مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي. تحية صباحية عطرة لكل المتابعين الكرام أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. نهاية أسبوع موفقة للجميع، ومرة أخرى تعازينا الحارة للشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى القويرة في المصاب الجلل بوفاة الطفل ريان. فتعازينا الحارة لكم إخواني الكرام، وأيضا لكل أفراد أسرة ريان من والديه وعائلته بطبيعة الحال. فقط كنحاولوا نخرجكم يعني من هذه الأجواء الكئيبة وهذه الأجواء الحزن إلى الأجواء ديال نهاية الأسبوع. طبيعة الحال كنتمنى إخواني الكرام، هذا قدر ديال الله، كل واحد بطبيعة الحال مكتب عليه، مكتوب فممنوع هروب طبيعة الحال، لكن الإنسان طبيعة الحال لابد من أنه يستمر في الحياة بروح من التفاؤل، بروح من الأمل. فطبيعة الحال هكذا هي الأجواء هنا بكورنيش عاصمة سوس مدينة أكادير في صبيحة يوم الأحد. كما كتشوفوا أجواء باردة نوعا ما، الناس يعني جاوا باش أنهم يديروا الرياضة، فبغينا ندردشوا معكم ونتواصلوا معكم. طبيعة الحال كل واحد يقول لنا فين كيدوز الويكاند، يكتب لنا في كومنتير بطبيعة الحال ويشاركونا يعني هذه الأجواء الصباحية. فتحياتي لكم إخواني الكرام، تحية لكل الناس اللي التحقوا بنا الآن. فأنتم على المباشر هنا من قلب كورنيش مدينة أكادير، من أجل أن نشارككم هذه اللحظات الجميلة. وبطبيعة الحال هذه اللحظات ديال نهاية الأسبوع، كما كتشوفوا جو رائع جدا هنا بكورنيش مدينة أكادير. ناس يعني على غرار الأسابيع الفارطة اللي كانت يعني الرياح تهب على المدينة، اللي كان الكورنيش خالي نوعا ما، لكن هذا الأسبوع كما كتشوفوا الناس يعني مقبلين على الرياضة بطبيعة الحال. كما كتشوفوا مع هذا الجو الرائع والجو الجميل بطبيعة الحال إخواني الكرام، فكنتمنى يعني كل واحد يكتب لنا في كومنتير فين يعني كيدوز الويكند ديالو بطبيعة الحال. عطلة نهاية الأسبوع للأغلبية ديال الناس ما كيشتغلوش، وكاين اللي كيفضل بطبيعة الحال أنه يمشي للمناطق الهادئة، كاين اللي كيفضل أنه يمشي للمناطق الجبلية، لكن هناك من يفضل يعني قضاء نهاية الأسبوع في مثل يعني هاد الأماكن الترفيهية وفي هاد الأماكن اللي تعتبر سياحية بامتياز. بصراحة كورنيش مدينة أكادير يعد من بين المناطق الأكثر جذبا يعني للسياح من مختلف المناطق، سواء السياحة الداخلية أو أيضا السياحة الخارجية قبل زمن كورونا. فتعازينا الحارة إخواني الكرام، فاللي أعطى الله أعطاه، فدعوتكم فقط تكفي إخواني الكرام بطبيعة الحال. فعارفين يعني شحال قاصحة باش أنك تفقد شخص يعني أسر قلبك وملك عقلك وكل وجدانك وروحك، لكن يعني هذا مكتوب ديال الله بطبيعة الحال. فالناس تخفف على قلوبها وتتمنى أن تدوز يعني هذا الفاجعة المؤلمة بسلام إن شاء الله. والواحد يعني خاصو يؤمن يعني بالقدر خيره وشره.
أنتم إخواني الكرام، هكذا هي الأجواء في هذه الصبيحة. الناس تمارس الرياضة بشكل عادي جدا. يا رب أمين يا رب. أختي زهراء أمشي معكم بس، أختي الكريمة. فإخواني الكرام، كنتمنى التفاعل ديالكم، كنتمنى كل واحد يكتب لنا في التعليق يعني فين كيدوز الويكاند، شنو هي المناطق اللي مفضلة عنده بطبيعة الحال حسب الاهتمامات ديالو، حسب يعني أيضا حتى الناس اللي كتسافر خارج المدينة، خاصة الناس اللي ربما عزيز عليهم السياحة الجبلية. كاين مناطق كثيرة تستحق الزيارة بطبيعة الحال. مغربنا معروف بالتنوع الثقافي والتنوع الجغرافي والتنوع الطبيعي ايضا، يعني كاين الجبل كاين البحر كاين مجموعه من المناطق اللي حيويه. القاسم كيقول اجمل بلاصه هي الناظور وسهلة وفاس. تحياتي لك خويا. فكل واحد بطبيعه الحال شنو عزيز عليه، كل واحد شنو كيبغي، كل واحد بطبيعه الحال شنو كيحب. فقط كنحاولوا دائما ان نتقاسموا معكم هذه اللحظات الجميله، هذه اللحظات الرائعه جدا هنا بكورنيش مدينه اكادير، و نحييكم إن شاء الله يا رب. صراحة الجو رائع جدا والجو جميل جدا هنا بكورنيش المدينة في هذه الصبيحة بطبيعة الحال. أنتم إخواني الكرام، هكذا هي الأجواء هنا بكورنيش المدينة. تحية للجميع، وكنتمنى لكم يوم سعيد وصباحكم مبروك يا رب. صراحة الناس ربما متأثرين كثيرا يعني بوفاة الطفل ريان، فكنتمنى من الله تعالى وبركته شكرا لكم إخواني. فعزاؤنا واحد بطبيعة الحال إخواني الكرام، فنتمنى الصبر والسلوان لكل الشعب المغربي بدون استثناء بطبيعة الحال. فكنشكروا كل الناس اللي تضامنوا، كنشكروا كل الناس اللي تفاعلوا، كل الناس اللي بدأوا بطبيعة الحال
يعني الاهتمام ديالهم بهذه القضية الإنسانية بطبيعة الحال. فتحية للجميع، وفقط كنحاولوا أننا نشارك معكم يعني هذه الأجواء الرائعة، هذه الأجواء الصباحية هنا بكورنيش المدينة. كما كتشوفوا الناس ربما لا زالت يعني نائمة، كاين الناس اللي مازال ما استيقظوا، كاين أيضا أغلبية ديال الناس جاو باش أنهم يمارسوا الرياضة في هذا اليوم. كما كتشوفوا اللي هو يوم الأحد، تحياتي لكل الناس اللي التحقوا بنا الآن. أنتم الآن عبر بث مباشر هنا من كورنيش المدينة، فقط من أجل أن نقول لكم يعني هذه الأجواء الصباحية وهذه الأجواء الرائعة بطبيعة الحال. فتحية لكل الناس من طنجة إلى القويرة مرة أخرى بطبيعة الحال. نجدد التعازي الحارة لكل الشعب المغربي بطبيعة الحال. كنتمنى الله يصبر الجميع في هذا المصاب الجلل. فطبيعة الحال فقط دائما كنحاول مرة أن نشارك معكم بعض الأماكن الاستراتيجية وبعض الأماكن الحيوية طبيعة الحال من خلال يعني هذه اللايفات المباشرة، ومن خلال أيضا أن نكون عيونكم التي لا تنام طبيعة الحال كل مناطق المغرب بدون استثناء. فتحية للجميع، وكنشكركم على الوفاء على التتبع ديالكم، وعلى أمل إن شاء الله نلقيكم في لايف مباشر آخر. إلى الملتقى.